شيدت مجموعة شباب هنا العبيدية وبالتعاون مع المجلس البلدي صرحا لشهداء الحرس الوطني الأردني الذين ارتقوا شهداء في معركة حسان التي خاضتها المقاومة الفلسطينية من أبناء مدينة بيت لحم تحت راية الجيش العربي ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتلاحم فيها الدم الأردني مع دم الأشقاء الفلسطينيين. بعد مرور 60 عاما على معركة حسان التي تعانقت خلالها شجاعة الجيش العربي مع فداء الحرس الوطني الأردني المكون من الفلسطينيين والتابع للقوات المسلحة الأردنية في ذاك الحين، يأتي هذا الصرح الذي شيده الجيل الجديد من الفلسطينيين الذين لم ينسوا التضحيات الأردنية على أرضهم الفلسطينية المحتلة. احنا بدأنا كمجموعة شبابية هنا العبيدية بالتعاون مع بلدية العبيدية بعمل صرح لشهداء بلدة العبيدية في معركة حسان الخالدة في الذكرى 60 الاستشهادة. الصرح عبارة عن نصب تذكاري عليه أسماء الشهداء والعلم الأردني والعلم الفلسطيني. طبعا هؤلاء الشهداء هم جزء من الحرس الوطني الأردني التابع للجيش العربي في الأردن. طبعا هذا الصرح يجسد تخليد للعلاقة الثورية بين الجيش الأردني والمجتمع الأردني بشكل عام والمجتمع الفلسطيني. يعبر الصرح وفق أبناء العبيدية عن متانة العلاقة الأردنية الفلسطينية الراسخة منذ القدم، كيف لا والجيش العربي كان أول المدافعين عن ثرى فلسطين، وسير هذه المعركة عام 56 ما هو إلا دليل على التلاحم بين الأشقاء من شرق الضفة ومن غربها. كان في هنالك سرية اسمها السرية الرابعة التابعة للكتيبة 52 الحرس الوطني، يقودها ضابط شاب اسمه صياح ناصر، وهو بعتقد انه من قبائل بني صخر، بطل من الابطال. جاءت الدبابات وكان الاشتباك استمر من الساعة 9 الى الساعة 3:30 صباحا، بحيث انه المعركة كانت غير متكافئة من حيث التسليح، لكن في الاخير كانت متكافئة لانه كان القتال بالسلاح الابيض. كانت الخسائر بين اليهود عدد كبير بحيث انه نسوا بعض قتلهم للصباح ما لمنهم اخذوهم. امتزج الدم الفلسطيني من الحرس الوطني امتزج مع الدم الاردني في قوات الجيش، وكانت عباره عن معركه بطوليه. هذا الصرح يجسد الملاحم البطوليه التي خاضها الجيش العربي على ثرى فلسطين منذ النكبه. تحت هاتين الرايتين يرقد ابناء الجيش العربي من الحرس الوطني الاردني الذين قدموا ارواحهم الغاليه قبل 60 عاما من الان في معركه تحرير حسان. من بلده العبيديه شرق بيت لحم المحتله، حافظ ابو صبره.